ونحو الدمار والخراب. اليوم المتحيلين الأجانب، وأنا بحوثي وثائق، ما نحكيش من فراغ، أنا بحوثي وثائق. اليوم المتحيلين الأجانب، اليوم هيئة السوق المالية تحذر العموم من تصرفات شركة لا سوسيتي دو جيستيون اي دانترميدياسيون بورسيير دو بينا، نحن وكر للتحايل الدولي. هذه شركة متحيلة تقوم بإشهارات عبر الصحف التونسية، ولا أحد من الفاسدين يحرك ساكنا. لا وجود لدولة في تونس، ثم مافيا، ولا وجود لدولة بمفهوم الدولة. اليوم شركة كما هذه كيفاش توصل متحيلة، وهذا ثابت من خلال البحث اللي قامت به هيئة السوق المالية، كيفاش توصل تقوم بالإشهار في تونس. بيه سي الأسعد لهنا مش فهم برشا، لهنا بشوف في كلامك اللي عندك باش نعطيك، باش نعطيك انا هالمجلة التشجيع على الاستثمارات اليوم كيفاش جابت لنا المتحيلين. بيه خلينا نكونوا شوية متأملين سي الأسعد، خلينا شوية نخليك فرصة سي أنور تكلم خاطر عنا ريبورتاج. سي الأسعد ما شاء الله الواحد حقائق جميلة، متحيل والحقائق كبيرة الواحد ولا لا هذا احنا تو بالنسبه لنا احنا بلاد صغيره، بلاد صغيره وبلاصتنا هايله فهمتني، في دون لو سونتر دي موند يصح فيها الاستثمار تاريخا. الاستثمار بسرعه يكون، اذا ما يكونش في الصناعه يكون في السيرفيس وغيره فهمتني. لو تونيزيان بطبيعته الي انتيليجون فهمتني، لو برودوي نتاعو الي تيستي اون اوروب من عام 72 فهمتني. عندنا مليون تونسي البرة ينجموا يكونوا لوكوموتيف يقيموا الاقتصاد نتاعنا يكركروه. اذا اختاروا التوانسة، عندنا زوج شباب اخواننا في الاتحاد في روسيا فهمتني، في موسكو، احنا دخلنا من موسكو هما قعدوا غادية فهمتني، ما شاء الله يخدموا توا في عشرات ويقيموا في مليارات من هونية فهمتني. ليبيا والصحة وش قاعدة تدخل ليبيا لتونس هونية فهمتني، الدخل مهول وغير محسوب. وهنا نتسائلوا علاش ما يكونش اكسبورتاسيون، كيف هنا دي كلينيك عند 13 14 كلينيك قاعدين يعملوا في دي شيفر تافير انورم مع ليبيا فهمتني، علاش يسون تاكسي ماهوش مفهوم فهمتني، كل شيء نون تاكسي هما يسون تاكسي. لا تاكسيسيون على اكسبورتاسيون هونيه مش وقت ماهوش وقتها ورا فهمتني، معناها فضيحه. اليوم لا برودكتيفيتي طاحت، انا نخدم مع فرانسيس في نابل فهمتني، بداوي متقلقين من الانتاجيه فهمتني، لي كونكيرون كثروا، الاسوام نتاعنا غلات، والاخر يزيد يقول له التاكس ب 10% و 12%. لا اعطينا طرف الدفيز ما تنساش حتى ما نخلص التاكس. اعطيني دخلي طرف الدفيز توا، خاطر الدفيز نتاعنا قاعده فارغه. الكس قاعده كل يوم تفرغ. يلزم هونيا نوافقوا في فكره واحده، برشا افكار موافقش فيها. فكره انه برشا ناس يخطوا للدوله ويخطوا لبرامج الدوله ويدعيوا السياسه والفهم وكل شيء، ولكن هم يضيعوا في الدوله. ويضيعوا في المستقبل نتاع البلاد ونتاع الاجيال. واحنا في تونس هونيه قلنا خدام مرمى، اذا ما نخدموش ما كليناش. باهي طبعا بعد نشوفهم مع سي سليم بسباس كاتب دوله لدى وزير الماليه برشا تفاصيل نجموا حتى تروحوا عليها اسئلتكم لكم توا. مشيوا للمواطن التونسي اللي سالناه وخرجنا قلنا له شنو رايك في الاستثمار في تونس. زميلة حمزه برنجاب تحول الى الشارع التونسي وطرح سؤال راي المواطن في الاستثمار في تونس. شهد الاستثمار في تونس انخفاضا بنسبة 1.3% في نصف الأول من العام الجاري وفق بيانات رسمية. هذا وقد انخفضت الاستثمارات الأجنبية إلى أدنى مستوياته، وقد واجه هذا الانخفاض عدة قطاعات، أولها قطاع الخدمات. والمواطن التونسي رأى أن هذا الانخفاض سببه الاضطرابات الأمنية والسياسية بالدرجة الأولى. شنو نظرتك أنت كمواطنة للاستثمار في تونس؟ استثمار شنو ناقص كل شيء. علاش ناقص؟ علاش مفهمش مش فرحانين الناس بالاستثمار؟ مش فرحانين، عجبك الوضع أنت اللي احنا فيها؟ والله الاستثمار في تونس ماهوش لاقي حظه، لاقي حظه عند فئة معينة من الناس. الناس اللي عندهم فلوس تجيب فلوس، والناس الصغار ما يلقاوش يستثمروا مثلا. ما زالش الاستثمار في تونس بالوضع اللي نعيشوا فيه، الواحد ان شاء الله قاعد يخدم نهاره وش يتفرج في التلفزه، قلبه يتعتت ماذا به يتفرج على اي حاجه على الاخبار. شنو الاستثمار في تونس؟ انا نشوف كيفاش المواطن ان شاء الله يلحق على خبزه يقعد بقفته. الاستثمار شنو؟
الناس كلها هربة، هم ولاد البلاد الأصليين اللي عندهم فلوس هربين. علاش هربين وعلاش فهم هذا كل؟ راك تشوف يا خويا شو اللي قاعد يتخبى، وتشوف اللي قاعد كل شيء قاعد يتورى في التلفزة، قاعد على اليمين على اليسار، الناس كل قاعدة ماكلة بعضها وزدموا على المعمل فلان، خلوا الناس تستثمر. كما بيتروفاك تو في خرقنا مسكرينها عليه، وسكت بيتروفاك في خرقنا عليه. هذا اكزومبل البارح برك، من انجليزيه ودخل في الفلوس وكذا 51% 52% لتونس كلها مشات. على اللي نسمعوا فيه وعلى اللي نراو فيه انه ما ينجمش يكون فما استثمار في تونس. علاش؟ الوضع الاقتصادي صعيب برشا. على الامبورتاسيون ولات صعيبه، على الاكسبورتاسيون ولات اصعب، على الفساد ولا برشا. ارتبط الاستثمار في تونس بالامن، اكثر حاجه اللي تشجع الاستثمار هي الامن. اما في البلاد نقص، والمستثمرين الكل دين فاسون جينيرال في تونس والبر، معناها الفيز انه تونس في القرب نتاعها للاوروب، في القرب نتاعها، في لي كادر في تونس سون ميو انتغري ك لي زوتر بيي نتاع الافريك كامله. يشوفوا تونس كوم سيبل، مي تشوف انت الوضع الامني في البلاد ما يشجعش. نحبوا السلطه في وقتنا تولى، اللي من بعد اللي مش تجي تاخذ بزمام الامور وتدرس الموضوع هذا، معنا بنظره معنا معامقه بالباهي، باش نحاولوا نتعداو الازمه هذه. شنو رايك في المستثمرين اللي يحبوا يجيوا حلو في تونس وخلاو تونس ومشاو للبلدان اخرى؟ على خاطر تونس مش رايحه، وهذه ازمه تكون، تنجم تكون ازمه في البلاد كما كيكا. ياسر عباد اون برانسيب باش شو مرات تشوف البطاله برشا وكذا، ما فماش الاستثمار تنحى يكون في تونس يولي في بلاد اخرى كيما المغرب. توا تشوف المغرب عمال طايره وعمال طالعه، تونس عمال لوط. خاطر غاديك يلقاو اول حاجه الامن، اول حاجه الامن قبل الفلوس قبل كل شيء. وقت المستثمر يجي يخلي فلوسه فما الامن. شنو يخلي فلوسه؟ يقوم الصباح يقرب بانديه غاديك يقول له ما تدخلش وكذا، هات الفلوس وكذا. اول حاجه قبل ما تحكي حتى شيء الامن. عندهم كل، احنا ما عندناش امن هنا، فماش امن بكل. تحل البوتيك يدخلوا تعطينا بالسيف. لاحظ انه برشا عزوف من رجالات ورجال الاعمال اصبحوا ولاو يتخوفوا برشا، انه من يرهنوا على انه قبل كل شيء ماذا بهم، معناتها باش يدخل في مشروع، معناتها فما هناك خوف، ديما الخوف، فهمتني؟ وهذا هو سبب الخوف. الخوف ان بالطبيعه انعكاس الوضع السياسي، معناتها حبينا ولا كرهنا أن الوضع السياسي راه له دور كبير، فهمتني؟ وما قلتوش انا، معناتها قالوا سي شاد العياري، فهمتني؟ انه الامور السياسيه معناتها حتى الشؤون كما يقولوها البنوك اثرت حتى على الشؤون البنوك. فما زيد مشاكل الامن، يقول لك انا فما اعتصامات، فما مشاكل الامن مش متوفر. يقول لك باش نعمل مشروع وبعديك يجي حد مثلا يعملوا اعتصامات اضرابات. هنا الامن لازم يتوفر، فهمت؟ خاطر تو بعد الثوره اللي قل المشكله الاساسيه هي مشكله الامن. توفر الامن لاستكمال المشاريع وانجاز معناتها المشاريع المبرمجه في ميزانيه 2000، مش حتى 2011 و2012 و13، معناتها حتى 2011 مازالت معطله المشاريع، فهمت شي؟ يمكن الاستفاده من الاستثمار في تونس بعد الثوره بحريه الاستثمار في العديد من القطاعات، وبضمان تشريع واضح واستثماري ضمن قانون واحد ومدمج، الى جانب الاستقرار الامني والسياسي للبلاد. عدة عوامل تقريبا او عدة اسباب فيما يخص الاستثمار في البلاد. سيانور، الكل تقريبا اجمعوا على الامن، اذا كان فماش امن ما فماش استثمار. هذا اكيد تخيل كان توافق في الراي هذا. انا نتعامل مع شركه فرنسويه وشيفر دافير بتاعها طاح برشا، سالته قال لي مسيو لاغار لازم تعطيني لا ميتيو تاع لي غريف نتاعك، كيف نبعث شمي ويوقف في الديوانه وبعد ويوقف في اللوبات وبعد يوقف في الطريق وبعد يوقف عندك وبعد يرجع ويوقف نسيت سويت. قال لي انا يمشي عليا الوقت وما نجمش نجزي البيانات نتاعي. هذا الشيء اللي هرب مشاو المغرب. الراجل كنا نخدموا معاه في تقريبا 800,000 900,000 اورو، ولينا 9000 اورو في السنه. 9000 اورو من 900,000 اورو صوبنا 9000 اورو، معناها 1%. فهمتني؟
الأمن اليوم يجب نعرفه المستثمر هو واحد شخص في منظومة. كيف يدخل المعمل متاعه عنده عدد من العمال، مئات في بعض الحالات كما تكونش ألوف. إذا ما ثمش أمن بينه وبينهم فهمتني إيه بابا ونصيح من الجيمش من العمال اللي زاد في الأمن باش يجيو زاد كيف فهمتني. اليوم السياسة غلبتنا احنا في تونس هونية، أخذت الوقت متاع الكورة الكل، حديث الكورة الكل وزادت شوية فهمتني. أنا خسرنا كل شيء، نسينا كل شيء، ولينا كنحكيو في السياسة وحنا في ميعاد شيء ولا هم هما فاهمين شيء فهمتني. نحكيو الترويكا فهمتني، الترويكا يحكي ويبرمج ويخطوا وبعد نرجعوا بعد كيما تطور مثلا العلالش اللي جايين 15000 علوش ما نفهمش علاش ما داروش على التجارة. قالوا 6000 هما لا 15000 6000 علوش كيف سيد لارجون وانت ما عندكش دوفيز، عاود باش تشريهم من عند اسبانيول يشريهم بالتونسي واخسر فيه 200000 ما تسالش وعاود بيحملوا. ها معنا سي سليم بسباس كاتب الدوله الماليه. اهلا وسهلا بك سي سليم. مرحبا بك سي سليم. سي سليم، نجم نحكيه على صيحات فزع بالنسبة للاقتصاد التونسي، وفيما يخص المشروع مجال الاستثمارات الجديدة برشا مستثمرين والعديد من المنظمات. تسمع فيها هكا سي سليم؟ سي سليم نحكيه على الوضع الاقتصادي الراهن في تونس، وخاصة على مجلة أو مشروع مجلة الاستثمارات الجديدة. هذه برشا مستثمرين وجهة الأعمال متخوفين، وخاصة قالوا أنه المجلة هذه كيفها كيف اللي سابقتها، يعني حتى المشروع الجديد هذه نجموا نصنفوه كمشروع عقيم، نجمش خرجنا حتى من الأزمة اللي في البلاد. سي سليم يظهر ليها وقص المكالمة، زملائي في البث يعادوا الاتصال بسي سليم باش نحكي وزاد على بعض شوية مع سي سليم. مع طلب الدولة من الاتحاد الأوروبي بقرض نسبته تقريبا نص مليار أورو فيما يخص التداعيات متاع القرض هذا وين وصل وكيف شو نشوفوا القرض هذا، هل هو موجه للاستثمار أم للإعالة أو الاستهلاك التونسي، خاصة أنه سي سليم صرح وقال أنه ميزانية 2013 راهي محافظة وراهي ما تخوفش، معناتها توا الفترة هذيا ما تخافوش، راهو الأمور الاقتصادية اللي يعني مش كما يروج له بالطريقة المفزعة اللي نسمعوا فيها. سي سليم رجع معنا. ألو سي سليم. أهلا وسهلا مرحبا. مرحبا بك. سي سليم نحكي على التخوفات فيما يخص مشروع مجلة الاستثمارات الجديدة. نعم، يعني بعد مرحلة طويلة مدة تقريبا سنة كاملة مرت بمراحل استشارية ولجان وخبراء ساهموا فيها وكذلك الأطراف المهنية والأطراف يعني القطاعات الكل، أثمرت الأعمال هذه إلى إعداد مشروع نهائي إن شاء الله مش يتعرض في الأسبوع القادم على مجلس الوزراء. والمشروع هذايا بطبيعة الحال هو الطموح نتاعو باش يقوم بإصلاح جوهري لمنظومة الاستثمار. نعرفوا باللي المجلة تقعد ديما هي دستور قانون الاستثمار في تونس، وفيها معناتها أبعاد جديدة إذا ما قارناها بالمجال الأخرى. هناك التركيز هذه المرة على أولويات يتم معناتها البلوغ من خلال إجراءات هذه المجلة. الأولويات هو يعني توفير مناخ من تحرير الاستثمار، ضمانات المستثمرين التوانسة والأجانب، وكذلك يعني التركيز على القطاعات ذات الأولوية مثل التنمية الجهوية، القطاع الفلاحي والتصدير. سليم قلت تحرير الاستثمار وتوفير ضمانات للمستثمرين، مثال شنو أهم الضمانات اللي باش توفروها للمستثمرين؟ وكي يقولوا تحرير الاستثمار ما معنى الكلمة هذه؟ تحرير الاستثمار يعني نرجع للمبدأ اللي هو الست، ولكن أثر التعديلات المتتالية تم العدول عنه. تعرفوا المبدأ الأصلي منذ مجلة 93 هو حرية الاستثمار، ولكن من خلال التطبيق تقريبا يعني ضبط عدة قطاعات
واشتراطها بالرخصة أو كل الشروط. لو تسمح سيسليم غير في مكانك خاطر الصوت ما يصلناش واضح. واصل سيسليم. الآن النقطة الأولى في هذا الإطار هو تقليص الأنشطة اللي تخضع للترخيص، وكثير من الأنشطة هذه مش معناتها تولي حرة، ولكن تخضع إما للاستثمار الحر أو في بعض الأحيان لكراس الشروط، كذلك ضمانات من حيث تحويل الأموال بالنسبة للمستثمر وتبسيط إجراءات تحويلها باش ما يتعطلش المستثمر، ضمانات من حيث أيضا ممكنية إحالة الملفات النزاع إلى التحكيم، وفيها يعني ضمانات إجرائية بالنسبة للمستثمر باش هذا نعطيه رسالة للمستثمرين أنه بلادنا هي فيها مناخ للاستثمار، وأنه ربما وهذا وارد في عملية الاستثمار أنه يكون هناك ممكن بعض النزاعات، النزاعات هذه يتم معناتها فضها عن طريق التحكيم. به سيسليم، قلت انه أو تقريبا الاعضاء اللي موجودين في اللجنه التنفيذيه المكلفه بمراجعه مجله الاستثمارات قالوا انه فما العديد من الامتيازات الجبائيه. شنو معناها العديد من الامتيازات الجبائيه؟ والله الساعه قبل كل شيء لازمنا نذكروا خلافا للمجله السابقه، المجله هذه تفرض فقط امتيازات القطاعات ذات الاولويه. يعني المبدا الاول هو يعني إلغاء أو سحب الامتيازات العامة اللي من المفروض أنه إذا كان ثم امتياز قطاعات غير القطاعات الأولوية يدرج ضمن مجلة الضريبة. أما القطاعات ذات الأولوية صحيح هناك امتيازات خصوصية تقريبا تم معناتها احتفاظ بنفس الامتيازات الخاصة في قطاع الفلاحي مع توسيعها، وكذلك قطاع التنمية الجهوية والتصدير. وتعرفوا أن الامتيازات هذه هي امتيازات على مستوى الضرائب المباشرة، معناتها إعفاء مدة 10 سنوات، كذلك امتيازات على مستوى اقتناء التجهيزات نظام يعني بدون دفع أداء القيمة المضافة أو بدون دفع المعلوم على المعلومة. سيسليم علاش الخوف هذا بالنسبة للمستثمرين؟ معناتها توا حتى كي نحكي مع المستثمرين وبعدين سألنا الأعضاء يقول لك دائما يعني المجلة الأولى ولو توا الثانية ديما متخوفين أنه القطاع هذا أو الاستثمار في تونس شو قد ديما رهين لحسابات جانبية ماهيش قادرة أنها تطور أو تحل الأبواب للاستثمار. والله هو الاستثمار قبل كل شيء هو يخضع إلى معناتها مناخ أعمال جذاب، والمناخ الأعمال الجذاب هو مبني على أولا هناك ظروف سياسية مستقرة، ظروف اجتماعية يعني مناسبة، بنية تحتية كذلك متوفرة، ولكن أيضا على المستوى القانوني إطار قانوني محفز وإطار قانوني غير معقد، لأنه توا حاليا المستثمرين يقول لك نخضع للضريبة ولكن المشكلة متاعي هو أنه نحب إجراءات واضحة مبسطة لا بدون تعطيل، وهذا هو معناته سيتم التأكيد عليه في المجلة هذه، باعتبار أنه مع وإلى جانب المجلة وهذا يمكن من أهم الجديدة اللي جات بها المجلة هو ضمان إطار مؤسساتي جديد. يعني مع المجلة هذه مش يتم إحداث هيئة عامة للاستثمار هي اللي مش تشرف على معناتها مؤسساتيا على قطاع الاستثمار، ويتم معناتها جمع كل
الهياكل الاستثمارية القطاعية هذه الهيئة. شكرا لك سيد سليم بسباس كاتب دولة لدى السيد وزير المالية. معاش برشا عنا برشا وقت في الحصة، تعدينا في المراحل. بعثتونا بلاغ اليوم أصدرتوه لبعض المستشارين الجبائيين المحامين اللي تعتزموا خلال أيام القيلة القادمة مقاضاة وزير المالية. وزراء المالية ذلك الوزراء اللي جاءوا بعد 14 علاش علاش على الأقل من أجل الفساد الإداري، وعندنا ملفات أخرى إن شاء الله من أجل الفساد المالي. لأنه أنت تعرف أنه ثم جرائم فظيعة ارتكبت في حق الخزينة العامة، ثم جريمة جناية كبيرة هي شطب الديون الجبائية منذ سنة 1998 خارج إطار القانون في خرق الفصل 25 من مجلة المحاسبة العمومية. واللجنة هذه اسمها اللجنة الاستشارية المكلفة بالنظر في عرائض المطالبين بالضريبة، هذه تعتبر محكمة خارج المنظومة القضائية. وجاء بن علي في قانون المالية لسنة 2011 لأنه الفتنة النظر بخصوص الجناية هذه من خلال مقالات انشرناهم خاصة سنة 2008 وبالتالي شعملوا هما العصابة متاع بن علي داخل وزارة المالية واللي مازالت متنفذة إلى حد الآن، وهم بقايا كاتب الدولة المجرم كاتب الدولة للجباية. شعملوا الناس هذوما مشاو قنوا هاللجنة هذه في إطار الفصل 30 من قانون المالية سنة 2011، وأحدثوا لجنة إعادة النظر في قرار التوظيف الإجباري اللي واصلت في نفس المسار، وهي تعتبر قضاء موازيا. وهنا اليوم نحكو على الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد باش تعرف اللي مكافحة الفساد هي مسرحية ركيكة يهدر من خلالها المال العام، وهي شكل من أشكال النفاق. على الأقل بخصوص المسألة هذيك هو أن وزراء المالية منحوا معرفات جبائية لأشخاص يتلبسون ألف الأشخاص يتلبسون بلقب المستشار الجبائي والمحامي، واليوم لازالوا يصرون على عدم سحب تلك الواحد بما في ذلك خلال سنة 2012 أودعنا عريضة، وهم يصروا هذا يدخل في إطار الفساد باش تعرف لنا أن حاميها حرميها، يدخل في إطار الفساد الإداري على الأقل. هل يعقل أنه اليوم وزير المالية يصر على أنه لا يسحب معرفة جبائية ممنوحة لكبار مخربي الخزينة العامة اللي يدخلوا اليوم في الملفات الجبائية ونموا السمسرة ويكلفون الخزينة العامة على الأقل آلاف المليارات سنويا؟ هذا وزير المالية اللي يشرف على الجريمة وسنقاضيه. معنا كلمة هاتفية مع سي محمد الجليل اللي هو ضحية من ضحايا الفساد هذه. هذا ضحية أي ضحية من ضحايا بل ما يخطنا قويز ملي في البث اللي هو وثم إشكالية ممكن مرتبطة بالمسألة اللي بيش يتطرق لها، هو استنزاف مواردنا من العملة الصعبة من قبل الشركات الأجنبية المتحيلة. وهو تو باش يحدثكم على شركة متحيلة هي في الحقيقة دخلوها طرابلسية لهنا، سميرة طرابلسي هي اللي دخلتها وعندها 17.5 في رأس مالها إلى حد اللحظة هذه، طبعا صادرتها من الحكومة، ولكن حكومة الرشاد متاعنا ما تعرفش اللي اليوم الشركة هذه مستحوذة على كل الصفقات العمومية المتعلقة بالسمسرة في تذاكر المطاعم اليوم. معناتها الشركة دي تعتبر متحيلة على معنى الفصل 15 من المرسوم عدد 14 لسنة 61 متعلق بشروط مباشرة التجارة من قبل الأجانب، وهذا من أحسن النصوص اللي تم سنها في تونس. المرسوم عدد 14 لسنة 61. سي محمد الجري أهلا وسهلا بك، وأنت وكيل بشركة تعرفت إلى عملية تحية، ولو أنت كنت ضحية من الضحايا الموجودين، لو تحكينا على اللي صار لك في كلمتي ختم عشان أنا برشا وقتي. محمد مرحبا بك. حضور الأستاذ المشاهدين. أهلا وسهلا بك. ألو. مرحبا بك سي محمد، نسمع فيك. ولك تحية أستاذ المشاهدين ورحبا معك في الأستاذ أوسيانو. مرحبا. احنا صار مجلة الاستثمار المساوي تحت مجلة الاستثمار القديمة أن جبت لنا متحيلين. يصرح بحاجة ومن بعد نلقوه يخدم في حاجة الأجانب. عندنا مثال حي ما معناها ما واضح وجلي، والسيد كتب في سليم بسباس كتب الدولة على علم بالموضوع وتحدثت معاه أكثر من مرة وعلى أساس وعدني أنه بيش يفتح تحقيق، هي العملية كلهم تتطلبش خمس دقائق أنا في الملف. احنا عندنا في القطاع متاعنا تذاكر مطاع، السمسرة في تذاكر مطاع،
نعم تاعنا معناها ما نصنعوش في صوارخ ولا تكنولوجيا. شنو اللي صار لك سي محمد في كلمتي؟ بالعاميه نتاعنا السمسار ما بين الاداره والمطار. ما نستحقوش احنا شركه اجنبيه باش تجي تخدم الخدمه هذه في تونس. والشركه هذه شكون؟ من بقيه طرابلسيه، معناها هي مدخلتها سمير طرابلسي. أودع التصريح في وكالة النهوض بالصناعة على أساس أن صناعة الورق. واضح سي محمد خاطر ماش عندي برشا وقت. المهم أنه مؤسسة أجنبية انتحلت. هذه هذوما يعدون بالآلاف. واليوم كون متأكدة وأن هؤلاء العدد نتاعهم يفوت 20,000. هذوما متحيلين يجوا لهنا يودعوا تصاريح بالاستثمار مغشوشة كما الشركة اللي يحكي عليها أودعت تصريح بالاستثمار يتعلق بصناعة الورق، إلا أنه من بعد نجون وجدوها تعمل في السمسرة في تذاكر المطاعم. طيب. وهو نشاط محجر على الأجانب بمقتضى الفصل 8 من المرسوم عدد 14 لسنة 1961، والعملية هذه تدخل في خانة التحيل ويعاقب عليها بالسجن من سنة إلى 5 سنوات. باش نختموا وعدكم أنه باش نرجعوا. وللأسف أن وزير التجارة متورط في هذه الجريمة، وزير الداخلية متورط في هذه الجريمة لأنه ما سعاوش لتفعيل القانون، رئيس الحكومة متورط في الجريمة هذه. المناسبة الجاية جبتني سي الأسعد نقصوا شوية. أي فوالا المناسبة الجاية تكون عندنا نظرة تأملية أكثر إن شاء الله، تكون نظرة أمل بالنسبة للاقتصاد التونسي وهو في حاجة إلى رجال الأعمال كيفكم أنتم سي أنور، وإلى رجال يكونوا عندهم دراية فيما يخص كل ما يخص الاقتصاد التونسي. شكرا لكم سي أنور العذار وسي الأسعد ذوادي على المشاركة معنا. نعتذر المكالمات الهاتفية اللي ما جبناش نكملوا معاها. دمتم أوفياء إلى قناة قلم الفضائية، نتقابلوا إن شاء الله في موعد جديد من رجع صدى. تصبحون على خير.